السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا حبايبنا دارسين لمقرر حياة 317. معاكم بإذن الله درس مميز وهو درس الطيور. بإذن الله راح ندرس مجموعة من الأهداف، نحقق مجموعة من الأهداف في درس اليوم. الهدف الأول أن احنا نلخص الخصائص العامة للطيور ونربط ما بين تكيفات الطيور وقدرتها على الطيران. في البداية ناخذ ملخص شامل لهذه المخلوقات الحية اللي درسناها كلها في المقرر. في البداية درسنا مخلوقات حية تنضم لها حيوانات لا فقارية، اللي هي اللي كانت الأسفنج والحبلي أو الرخويات وشوكيات الجلد وغيرها. وبعدها تطورنا وصلنا إلى الحبليات مثل ما درسنا الكيسيات السهيميات والفقاريات. ومن الفقاريات غطينا معاكم الأسماك، ثم تطورت المخلوقات الحية وصارت برمائيات تعيش في وسط الماء واليابسة، ثم صارت الزواحف. وصلنا إلى تطور أكثر من الزواحف وهي الطيور، ومن المعروف أن مملكة البحرين تهتم بالطيور وخاصة رياضة الموروث الشعبي المقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر مثل سباقات الجير وغيرها. خصائص الطيور بشكل عام، تتميز الطيور أن أساساً أن لها ريش وتشكل حوالي 8600 نوع، وهو أكثر فقاريات البرية تنوعا. وين ممكن نحصل الطيور؟ الطيور تعيش في كل البيئات، مثلا نحصلها في الصحاري ونحصلها في الغابات الجبال والبراري، وأيضا فوق كل البحار. تتباين في الحجم، معناته في طيور صغيرة الحجم في طيور أكبر حجما. ونعرف أنها هي ثابتة درجة الحرارة. لاحظ الحين صار تطور أكثر، لما كنا زواحف كانت متغيرة والحين ثابتة، ورح ندرس إن شاء الله تفاصيل دقيقة عن هذه الثابتة. ونعرف أن الطيور تطير لذلك عظامها خفيفة الوزن. نكمل على خصائص الطيور، شوف مع بعض. البيض يكون عندها بيض رهلي، بيض أمنيوني، يعني معناته الجنين محاط بسائل الرهلي. وتتميز الطيور أن أرجلها مغطاة بحراشة. فتذكر عزيزي الطالب لما درسنا الزواحف كان الجلد حرشي في كامل الجسم، الطيور فئة أو طبقة الحراشف محصورة عندها هنيه في الأرجل، وهذه تتشابه مع الزواحف بهذه النقطة. نركز شوية على الريش، ما قلنا الريش هو يغطي الجسم، معناته نعرف شوية عن الريش. والريش لو بنعرفها هي زوائد نمو ومتخصصة تطلع من الجلد، والهدف من وجودها هي مساعدة الطيور على الطيران والعزل. لما نقول عزل معناته ان هذه الطيور تحافظ على درجة حرارتها وما تتسرب. أساساً الريشة من ماذا مكونة؟ مكونة من الكيراتين. وما هو الكيراتين؟ هو بروتين موجود في الجلد، وطبعاً احنا درسنا الكيراتين في مقرر حياة 211. الريش يغطي الجسم، مو بس الجسم، حتى الأجنحة والذيول. فنلاحظ أن الريش يغطي كل جسم الطيور ما عدا الأرجل. الريش لو نلخص وظائفه، فأهم وظيفة اللي هو العزل. فلما نقول وظيفة الأساسية العزل، وقلنا العزل هو منع فقدان درجة الحرارة. من وين جاية هذا الحرارة؟ جاية من عمليات الإيض اللي تصير في جسم الطائر. لاحظ أن الطيور الحين تقوم بعمليات إيض وتحافظ على فقدانها من فقدان هذه الحرارة. فنلاحظ بعض الطيور ينفش ريشة. نفشة الريش اللي تقوم بها هذه الطيور تعمل أو تكون فراغ هوائي عازل يحبس الحرارة. فهذه النفشة في الطيور للمحافظة على حرارتها. نشوف أنواع الريش. الريش ليس نوع واحد، وإنما نوعين أساسيين، وهو الريش المحيطي
والريش الزغبي. لما نقول محيطي من اسمه يعني يحيط بالجسم أو يغطي جسم الطائر. ونلاحظ أنه مكون من قصبة وخطاطيف، هدفها الأساسي المحافظة تحفظ الماء بعيدا عن الجسم. لو نشوف الريش الزغبي، لاحظ الزغب، هذه الشعيرات الصغيرة، وتتميز أنها هي ناعمة، وين مكانها؟ تحت الريش المحيطي، يعني المحيطي وأسفله الزغبي، يساعد على توليد الحرارة والمحافظة على الدفء. لاحظ شكل الريشة، الريشة عندنا قصيبات زغبية وزغب، عندنا قصيبات، وهذه كلها جسم الريشة، وتميز أن عنده تركيب اسمه القاعدة. الغدة الزيتية، هناك غدة تفرز الزيت وتوجد بالقرب من قاعدة ذيل الطائر. أثناء عملية التزييت تنشر الطيور زيتها من هذه الغدة الزيتية حتى تغطي جسم الطائر. الهدف منها تكون غلاف مقاوم للماء. لاحظ الغدة الزيتية موجودة في قاعدة ذيل الطائر. لو نلاحظ عندنا هذا الطيور، سبحان الله، لما تسبح في الماء لا تبتل نتيجة لوجود هذه الخاصية. الطيور تطير، إذن وزنها خفيف. لو درس العلماء والباحثين أن عضلات الصدر الموجودة في الطيور كبيرة وتشكل حوالي 30% من وزن الطائر، يعني أكبر حجم أو نسبة كبيرة من وزن الطائر عبارة عن عضلة. العضل توفر القوة اللازمة للطيران حتى تحلق عاليا عكس الجاذبية. ترتبط هذه العضلات بالجناح بمنطقة الصدر ويسمى به عظمة القص. يعني إذا هناك عظمة وهذه العظمة كبيرة وتخرج منها عضلات الجناحين. عظمة القص فيها بروزات لربط العضلات مع بعضها البعض. الهياكل تكون قوية وخفيفة الوزن في نفس الوقت. العظام لو خذناها وشرحناها بنشوف ان فيها تجاويف هوائية ممتلئة بالهواء، وهذه تدعم الطائر خلال الطيران. كيف تتنفس الطيور؟ لاحظ ان هنا عندها اجهزة متكيفة جيدا لتوفر كمية كبيرة من الاكسجين، يعني قادرة على سحب اكبر كمية من الاكسجين. الطيور للطيور حيز في الهواء، حيز تنفسي أو مساحة لدخول الهواء أكبر من الزواحف. مثل ما عرفنا تحتاج الأكسجين لتوفير الطاقة وعشان تطير. عمليات التنفس تنقسم إلى، أو آلية التنفس بشكل أصح نقول، الشهيقة والزفير. في الشهيقة يتحرك الهواء الغني بالأكسجين، لاحظ الهواء غني بالأكسجين يدخل إلى القصبة الهوائية، وبعد مراحل القصبة الهوائية يتجه إلى الأكياس الهوائية، وبتصير عملية تبادل الغازات. لاحظ أكياس هوائية خلفية، مهم نعرفه، لأن بعدين راح نشوف عندنا أكياس هوائية أمامية. في الوقت نفسه يسحب الهواء من الرئتين نحو الأكياس الأمامية. في الزفير يطرد الهواء الغير مأكسج، وين مكانه الحين؟ بيصير في الأكياس الأمامية، ويحل محله الهواء المأكسج اللي يتجه من الأكياس الخلفية للرئتين. نشوف مع بعض هذه شكل أكياس الهوائية اللي شرحناها. لاحظ أنك عملية زفير وعمليات شهيقة، عندك أكياس هوائية خلفية وأكياس هوائية أمامية. لاحظ عمليات الشهيق تمتلئ الأكياس هني الـ 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 الأمامية والخلفية. لاحظ بس الاختلاف هني، لو نشوف مع بعض المفتاح اللي عندك، اللون الأزرق يمثل هواء غير محمل أو غير مأكسج، فإذا الهواء الغير مأكسج يدخل الأكياس هوائية أمامية، الهواء المأكسج في الزفير يدخل إلى الخلفية. إذا هني مأكسج وهني غير مأكسج. لو نروح على مستوى عملية الزفير، في الزفير الهواء المأكسج هني راح يغادر، و الغير مأكسج أيضا راح يتجه في هذا الاتجاه. عمليات الدوران، الطيور لها قلب مكون من 4 حجرات على عكس الزواحف. احنا مساعف الزواحف درسنا ان
خاصة في السلحفاة عندها قلب مكون من 3 حجرات ما عدا التمساح اللي كان 4، وقلنا عندها مثلا على مستوى السلحفاة عندها قلب ذو 3 حجرات وحاجز غير مكتمل في الجهة البطنية. الطيور الحين لا، تطورت وصار عندها 4 حجرات مستقلة. هذه الحجرات أو التنظيم في الجهاز الدوري هذه يساعدها أنها محافظة على مستويات عالية من الطاقة، يعني يفصل الدم المائي أكسجين والغير مائي أكسجين، ويكون عملية النقل فعالة. وجود البطينين يبقى الدم المائي أكسجين والغير مائي أكسجين من فصلين كما ذكرت منذ قليل. إذا هناك في فصل، إذا هناك كفاءة عالية في التوصيل، فبصير كفاءة عالية في تغذية الخلايا بالأكسجين والطيران وتحقيق العمليات بشكل أفضل. شلون تتغذى أو تحقيق التغذية والهضم؟ نشوف الجهاز الهضمي أو مسار القناة الهضمية. احنا عرفنا ان عندها فتحة فم، فتحة اخراج، عندها مسار قناة هضمية واضحة تتميز طبعا ان عندها تركيب اسمه الحوصلة والقانصة. الأهمية من وجود الحوصلة انه تخزين الغذاء. طيب وين مكان الحوصلة؟ اسفل المريء. لو نشوف هني هذا هو جزء المريء اللي يسمى باللغة الانجليزية الاسوفيجس. عندنا هني الحوصلة، اذا عملية تخزين ثم ينتقل الى المعدة، ومن بعد المعدة يدخل في تركيب اسمه القانصة، وهو عبارة عن كيس عضلي لكن سميك، والموجود في النهاية الخلفية للمعدة. بيكون هنا هذا شكل القانصة. تحتوي على حجارة صغيرة تقوم بطحن الطعام الذي يبتلعها الطائر. الطيور أثناء أخذها للحبوب والطعام قد تبتلع حجارة صغيرة. سبحان الله، هناك قانصة تعمل على طحن هذه الصخور ومن ثم المساعدة في عمليات الهضم. وهذه الجزئين سبق وأن درسناهم في جودة الأرض. شوف مسار القناة الهضمية مثلا هنا واضح في الدجاج. مثلا لو نركز على جهة الفم، هي عندها فقط منقار وليس لها أسنان. عفوا، إذا ليس للطيور أسنان، لذلك لا تستطيع مضغ الطعام، ويتم هضم الطعام وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة. ومثل ما تعلمنا هناك ملحقات تساعد على إتمام عملية الهضم، وهي إفرازات البنكرياس والكبد اللي يتم عملية الهضم بشكل صحيح. عمليات الإخراج في الطيور، إذا نتكلم عن وجود كليتين. إذا عندها كليتين تعمل على تنقية الدم من الفضلات، والفضلات تظهر عزكم الله بصورة حامض البوليك. الطيور أيضا لديها المجمعة والمذرقة، الهدف منه اللي هو إعادة امتصاص الماء من حامض البوليك. الطيور ليس لها مثانة بولية. المثانة البولية تخزن البول، ولكن الطيور تريد تخفيف وزنها بقدر المستطاع، لذلك ليس لديها مثانة بولية حتى تحلق عاليا. الطيور عزكم الله أيضا تطرح الفضلات في صورة مادة بيضاء طرية، وهي صورة حامض البوليك. أتمنى أن سهلت عليكم الدرس واستمتعتم معنا. نراكم إن شاء الله في أكثر تطور من المخلوقات الحية، وهو درس الثدييات. نشوفكم إن شاء الله ومع السلامة.